ولسه بنكمل معاكم لقاءاتنا في فيلم أخلاق العبيد، واللي انتهى صناعه من تصوير أجزاء كتيرة جدا منه. كاميرا عرب وود قابلت النجم خالد الصاوي خلال تصوير مشهد ليه في الفيلم لكنه كان بيعاني من وعكة صحية. بالنسبة لأخلاق العبيد آخر يوم تصوير في جوه مصر، اللي احنا عندنا لسه أيام في تايلاند، بس للأسف إن أنا عيان النهاردة فتعبان جدا جدا جدا، ظاهر إن هو خد برد، فبحاول بقى إن أنا أخبي ده عن الشغل، لأن هو استحمله بصراحة كتير ظروف شخصية كذا مرة، فطبعا مش هينفع النهاردة إن أنا أجل التصوير، فدي آخر أخبار يعني، إن أنا عيان جدا وبصور. وقابلنا كمان النجمة يسرى اللوزي وكشفت لنا عن رأيها في تجربتها مع فيلم أخلاق العبيد. السيناريو برضو من الحاجات اللي تقراها مرة وبعدين يعني يلخبطك كده وبعدين ترجع تقرا تاني عشان تتخيلوا ان هو فيلم مختلف يعني. وبصراحه كنت عايزه اشتغل مع استاذ خالد الصاوي بقالي فتره، فما صدقت بقى ان دي فرصه اشتغل معاه. النهارده خلصت اخر مشهد ليا في فيلم اخلاق العبيد الحمد لله. اما الشخصيه اللي بتلعبها يسرى اللوزي في الفيلم فهي شخصيه مختلفه عنها تماما، ويمكن تكون اول مره تقدم. انا دوري هنا يمكن مساحته مش كبيره قوي، بس هي شخصيه مؤثره في العمل، وبعدين هي يعني هي بنت انضج من الادوار اللي كنت بلعبها قبل كده. هي امراه عامله ومستقله وعندها طريقه تفكير معينه، بيزنس وومن عندها شركه، يعني في كده شويه نضج مختلف شويه بقى. بالظبط، يعني بيقولي بقيت ام وكده، فحسيت انه دور مختلف عني، يعني بروح في منطقه عمريه يمكن مختلفه. وخلال لقائها معانا كشفت لنا يسرى اللوزي عن تعاونها مع الفنان خالد الصاوي في الفيلم. مش هقدر اقول لك انا ايه علاقتي بيه في الفيلم عشان كده هحرق لك يعني علاقته بكل الناس التانيه، بس هو اللي اقدر اقول لك ان انا يعني كل يعني معظم ان ما كانش كل مشاهدي مع استاذ خالد، وبما انه الدور في عدد مشاهد قليله فكل مشهد مهم وفي حاجات يعني بتحصل ما بين السطور وفي التفاصيل يعني، فاستمتعت يعني بالتجربه دي. كمان سالنا يسرى اللوزي اذا حب تصنف فيلم اخلاق العبيد تصنفه ايه ما بين الافلام ونوعيه الدراما اللي بيقدم. الفيلم ده بالذات انا مش عارفه اصنفه، يعني هو مش اكشن ومش رومانسي ومش سسبنس. هو ملوش تصنيف، وعامه يمكن ده احسن، يعني انا ما بحبش فكره ان احنا نصنف حاجه، لان في افلام كتير بيبقى فيها كذا حاجه، وفي نفس الوقت ما بحبش تصنيف بقى فيلم مهرجانات ولا فيلم تجاري والكلام ده، فيعني نبعد عن التصنيفات احسن. هو فيلم بس ناس تستمتع بيه وتتفرج عليه وخلاص، مش لازم يبقى له مسمى يعني. يسرى اللوزي قدمت في رمضان اللي فات دور مميز جدا في مسلسل بنات سوبرمان، يا ترى رمضان اللي جاي هتعمل ايه؟ رمضان لسه يعني لسه من قريب، من كام يوم ابتدت الناس تتكلم تشوف ايه الاخبار تبعت، بس انا مستنيه يعني، في ناس كلمتني على كذا فكره بس كانت افكار بس، لسه بقى مستنيه يبعتوا لي حلقات، ولازم اقرا على الاقل 15 حلقه عشان اقرر، عشان عاده ساعات في مسلسلات بتبدا ومعاهم 3 حلقات وبعدين بيتبهدلوا، فانا لا انا لازم اقرا على الاقل 10 15 حلقه قبل ما اقرر. كمان يسرى ليها تجربه سينمائيه تانية الايام دي مع الفنان مصطفى قمر من خلال فيلم فين قلبي. لسه مخلصه فيلم فين قلبي مع مصطفى قمر، لسه مخلصاه امبارح، فيعني في اليومين ورا بعض خلصت الفيلمين، وكنت شغال عليه من قبل رمضان، فالحمد لله امبارح خلصت. فيلم مصطفى قمر بقى الزوجة وقصة حب من زمان وذكريات، يعني في بقى لا في رومانسية وفي كآبة وفي كل حاجة.